انا قبل كنت مثلكم، ما ابي اجرب كلها، ابي العب بلاي ستيشن اقعد في البيت. لين ما حصلت سباحه حسيت اني هاي مكاني فيها. اي بالريوس. اسمي هاشم محمد الحسيني، عمري 16 سنة، وأنا سباح في منتخب البحرين. تعودنا نشوف السباحة الأمامية، لكن هاشم يسبح بالعكس، واسم هذا النوع ظهر، ومو بس سباحة بطريقة مختلفة، لكنه بعد السباح الأسرع في البحرين بهذا النوع، والثاني على مستوى الخليج. واحدة من أنواع السباحات اللي في ظهر صدر فراشة وحرة. ظهر يعني تسبح على ظهرك. اي بالريوس. اسرع رقم وصلت له في 100 ظهر هو حين دقيقة 3.10 ملي سكند. بديت يوم كان عمري 4 سنوات، دشيت في برنامج تدريب السباحة في مدينة عيسى حق الأطفال، لين ما وصلت لمرحلة المنتخب. فكرة انك تسبح عكس التيار، يعني انك تخلق مسارك الخاص في العالم، وفلسفة جديدة لرؤية الحياة. عن الفوز والخسارة، وايد ناس الحين في السباحة اعرفهم ان اذا يخسرون ما يعجبهم وما يبون يروحون على المنصة ان يطلعون لك ثاني ولا ثالث، لكن هاي شيء غلط. احنا بالنسبة لنا يعني كل ما تحصل مثلا ثالث ولا ثاني، هاي معناته انت قاعد توصل احسن واحسن. من اول يوم دشيت السباحة حسيت ان هاي مكاني خلاص، يعني ان بعيش هني طول حياتي، ان اقدر اسوي هاي الشيء واقدر احصل انجازات احسن. السباحة علمتني مو استسلم بسرعة، حاول لو شنو يصير بس حاول تكمل، وحاول على مسيرتك وباكر تصير احسن من اليوم. في بطولة الخليج هاي اول مرة فز. يعني كان السباق حق انا وواحد عماني، ويوم حصلت الميداليه وفزنا يعني البحرين كلهم قاموا يصرخون يشجعون، وانا في الماي مستانس تعبان، كان شيء وايد عجيب. السباح من اهم الاشياء اللي يحتاجها، يحتاج الفلكسبيليتي والستامينا. هاي اذا عندكم الاثنين كل شيء اوكي. حق السباق لازم في وايد تجهيزات، تعديل الاكل، ان ما يصير تريح وايد، وما يصير بعد ما تريح في نفس الوقت، يعني جسمك تخليه شوي ساخن، ما تبرده. تحط في بالك اهم شيء المنتاليتي مالك زين، لان اذا المنتاليتي مو زين في بالك انه خسران في البطوله، هاي اللي بيصير، بتخسر. الحين اذا ادخل البطوله احس بحماس شوي، يعني اوكي قبل كنت ما اقدر، اليوم اقدر. وإذا ما سويت شيء حطمت رقمي، أهم شيء إن أنا شاركت في البطولة. يعني روح رياضية، وإن أنا رفيجي دي غلبني اليوم، باكر بغلبه إن شاء الله. في عمر 4 سنوات بدأ مشواره تحت الماي، ولقى شغفه ورسالته في هذا المكان. وبعمر 17 رفع هاشم اسم البحرين بفوزه في السباقات العالمية، ويطمح لنشر رياضة السباحة وتشريف البحرين في هذا المجال. أتمنى إن يصير السباحة لها شوي فوكس، لأن الحين الفوكس صاير كله حق كرة السلة وكرة القدم، فما يعرفون عن السباحة وايد، ولا في جمهور كبير. لكن إن شاء الله هاي الشيء في المستقبل يتغير.